هل صحيح أن النبي محمد يسمعك عندما تسلم عليه عند قبره؟ نعم صحيح، اللي بيكون عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيسلم على النبي أو بيصلي على النبي، النبي عليه الصلاة والسلام بيسمعه وبيرد السلام كمان. وحتى لو كنت بمنطقة بعيدة، لو كنت بألمانيا وسلمت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو قلت اللهم صلي على محمد، في ملائكة وظيفتهم أنه يوصلوا هالسلام أو هالصلاة لعند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبينذكر اسمك عند النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعدين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها خير عظيم، وهي سبب من أسباب المغفرة. تعرفوا شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من صلى علي 100 مرة قضي له 100 حاجة. تعرف شو معنى 100 حاجة؟ من حاجات الدنيا والآخرة. فشو ناطر؟ صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واكتبوا بالتعليقات الصلاة على النبي. ولكن انتبهوا، إياك أو إياك إنك تكتبي صلي بالياء، لأنه لما نكتب صلي بالياء هيدي بتكون مخاطبة للأنثى، والله منزه عن مشابهة المخلوقات، الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته. خلي هالكلام ببالك وعلمه لأولادك.